يعالج المرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد عن طريق عزلهم داخل غرفة خاصة يطلق عليها اسم غرفة الضغط السلبي، وذلك تفادياً لانتشار الفيروس. ويتجدد في هذه الغرفة الهواء باستمرار بفضل جهاز تهوية، مع الحفاظ على مستوى ضغط جوي أدنى من ذلك الموجود في بقية المبنى. الهدف من ذلك منع تسرب الهواء الملوث بالفيروس من الغرفة، وهي تبقى مغلقة بإحكام من الأبواب ومنافذ المياه والأزرار الكهربائية، وتمهد قاعتان لدخول الغرفة. يستخدم الأولى موظفو المستشفى لارتداء الملابس الواقية كواقيات الأحذية والقفازات الجراحية والبدلات المقاومة للمياه والكمامات والقلنصوات على الرأس. وعلى الموظفين تجنب ملامسة المريض، خصوصاً الشفاه والعينين والأنف، فالعدوى تنتقل عبر اللعاب ورذاذ العطس والسعال. بعد الانتهاء من معالجة المريض، يستخدم الطاقم القاعة الثانية كمخرج، حيث ترمى الإبر والثياب وكل ما استخدم في العلاج قبل إحراقها.